سيادة النائب، يعني ملفات كثيرة جدا، هتكلم كده هبدأ من الأواخر. تمام. لجنة الفساد توريد القمح، لجنة تقصي الحقائق. النهاردة النائب العام أخذ قرارات سريعة جدا. تمام. إلى أي مدى أنت شايف أن المنظومة دي هتتحسن السنة اللي جاية وهيتم القضاء فيها نهائيا؟ تمام تمام. على الفساد. أولا لجنة تقصي الحقائق أنا عضو فيها. رئيسها الأستاذ المحترم وأخونا المحترم عضو لجنة الزراعة أصلا الأستاذ مجدي ملك، وأعضاء اللجنة بالكامل بأمانة يعني ناس محترمين. واللجنة حطت إيدها على حاجات كتيرة، من ضمن مثلا في قصور في دفاتر في بعض الشوان، في المقاسات مش مظبوطة، بس ده كله سؤال المفروض كان السائل طب بتوعات الصوامع بيعملوا كده ليه؟ طب ايه الغرض ان يعملوا كده؟ ما لازم في غرض ولا كلام مش مظبوط ساعتك. ما انا عايز اظبط المنظومه زي ما بتقول حضرتك ونتعلم من اخطائنا عشان في اللي جاي بقى ايه؟ زي ما انا جيت قلت في توريد القمح حصل ضروب، لولا تدخل الرئيس شخصيا وخطبناه في الفرافره وقلنا له الراجل اهتم والاعلام ساعدنا بامانه، وده بشكر الاعلام انا لان بامانه ما قصرش معانا في موضوع توريد القمح خالص، وهو اللي ساعدنا ان التوريد يبقى على نطاق اوسع عشان يتلم المحصول اللي كان الناس بتقعد بالاسبوع 10 ايام قدام الشون الصوامع وكده. فالموضوع اصلا بتاع الشونه بيعمل تروح حضرتك انت عندك اللجنه لما نزلت تروح على صومعه مثلا في المكان الفلاني، بتبص على الدفتر تلقى مظبوط في الدفتر مثلا 100,000 طن تقريبا. يجي القياس جوه يلقوه 50,000 طن. طب ايه الفرق بين ال 100,000 وال 50,000؟ في فرق 50,000. ده اللي بتلم بيهم بقى اللي هو القمح الرديء او القمح البايت اللي من السنه اللي فاتت، يتداخل مع مين حضرتك؟ مع ال 50 النضاف دول يتخلطوا يبقى ال 100,000. يبقى هو اشترى الطن مثلا ب 1000 جنيه زي ما يكون، بس سعر ايه؟ بخس. بيتضاف بقى كلام، يجي يبيعه بقى للمطاحن ويبيعه للسوق، بيبيعه بالسعر اللي هو الموجود الطبيعي على اساس انه قمح جيد وكده. طب ايه اللي يظبط لي المنظومه دي السنه الجايه؟ يبقى لازم الرقابه من وزاره التموين مباشره. دخل 100 طن يبقى 100 طن. طب ال 100 طن اللي دخل ده انا مش عايز عدد، انا عايز جوده. ولا كلام مش مظبوط سعادتك؟ يعني النهارده هو بيدخل لك عدد في التسليم، بيسلمك عدد مظبوط. اللي بتلقاه في الدفتر واللي في الشونه هيسلموا لك مظبوط، لانه في الاخر خلطوا. عشان تمنع الخلط ده يبقى الدقه بقى، يبقى انا بقول لا في ضوابط، واللي هيحصل والضبط يبقى النهارده الصومعه تتقفل وتحول للنيابه ايه؟ العامه، لان يعتبر ده اولا فساد وتدليس على الناس. تمام. وتدليس على الدوله. اللجنه حطت ايدها على حاجات كتيره، النيابه العامه برضو والنائب العام الراجل المحترم برضو خد اجراءات سريعه، ولسه تقرير اللجنه في طي الاعداد وهيتعرض خلال اليومين اللي جايين دول، لان هم في لجنتين بالتوازي، لجنه القمح اللي هي موضوع لجنه تقصي الحقائق القمح، وفي اللجنه الخاصه اللي نزلت عندنا هنا بخصوص سعادتك المليون ونص فدان في ارض المراجده. لما كان في 43,000 فدان ونص خصصهم سياده الرئيس برضو ايه؟ يعني في ده يعتبر مجال الزراعه، وده ان دل على شيء يدل برضو ان احنا عندنا نفس للشغل وعايزين نشتغل وعايزين نساعد بلدنا. لكن بامانه انا بتكلم على الهوا وقناه محترمه ونعتز بيها، رئيس الحكومه برضو عايز يشد اكتر من كده، يشتغل اكتر من كده. يعني هدي مثلا حضرتك، انا من شهرين ونص جميع نواب محافظه قنا والاقصر واسوان وسوهاج والمنيا عشان موضوع القصب، زياده محصول طن القصب من 400 جنيه ل 500 جنيه. وخدنا فيه مناقشات وجبنا رئيس بنك التنميه وراجل المتعاون ورئيس بنك اداره شركه السكر، كل الناس كويسه. طب انا ما مش عايز الكلام الكويس، انا عايز اعمل حاجه للمواطن. النهارده الدوله بتمر بظروف مثلا اقتصاديه معينه، ماشي ما فيش مشكله. لكن لازم رئيس الحكومه يحترم البرلمان ويحترم رغبه البرلمان، لان البرلمان لا يعني شيء. بامانه البرلمان ده من اجود البرلمانات، تعرف حضرتك انا خامس دوره ليا وعارف ايه اللي بيميز البرلمان ده عن غيره؟ انه عايز يعمل بقدر المستطاع انه يرضي الشارع. وفي الحته الوطنيه غيرته على البلد ومقدر الظروف اللي فيها البلد. لكن النهارده رئيس الدوله ماشي بسرعه الصاروخ، القوات المسلحه بسرعه الصاروخ، الشرطه والقوات المسلحه بيحاربوا الارهاب. ما النهارده ما فيش تنميه الا محارب الارهاب، يبقى في امن وامان وكده. القوات المسلحه والشرطه شغالين بالتضحيه وشهداء كل يوم.
باقي المنظومه فين؟ الوزاره فين؟ وانا كلام مش مظبوط ساعتك، فين الباقي؟ يعني ليه شايف ليه 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 بتعتقد ان الحكومه مقصره؟ مقصره في اسباب. من ضمن الاسباب النهارده لما يتعرض عليها موضوع الزياده بتاع طن القصب والبرلمان يوافق، وده اصلا مش احنا بنطلب الزياده للرفاهيه. اولا محصول القصب ده حضرتك انا كرئيس لجنه الزراعه والري والامن الغذائي مطالب بجميع زراعات مصر. لكن النهارده ده محصول استراتيجي من ضمن المحاصيل الاستراتيجيه اللي موجوده. طب النهارده المحصول ده اصعب محصول موجود، انه محصول سنوي، يعني الزرعه بتاعته حضرتك بتقعد من اول السنه لاخرها، يبقى المزارع ده عاجز مش هيقدر يعمل اي حاجه معاه غير القصب. تاني حاجه المزارع ده مرتبط بالبنك، بياخد قروض من البنك فايده عاملاها الدوله 5%، ودي حاجه كويسه ما فيش مشكله. فالتكلفه بتاعت المحصول مش جايبه همها اللي هي 400 جنيه. طب ايه السبب بقى النهارده ان انا المفروض ازود؟ اللجنه وافقت وبعتنا رئيس مجلس الوزراء حاليا من شهرين ونص الموافقه بتاعت الزياده اللي هي من 400 جنيه ل 500 جنيه مرميه في اللجنه الاقتصاديه في مجلس الوزراء، ما اتطرحتش من اساسه. لا تقدير لا اهتمام بالبرلمان. استعجلتوهم؟ ده 100 مره، ده احنا بكره عاملين تاني، عاملين بنعيد الكره حضرتك تاني من جديد. وعيني عينك بنقول رئيس الوزراء لازم يهتم، وبالاخص النهارده الخمس محافظات دول خمس محافظات حدوديه في جنوب الصعيد في اقصى. وانت حضرتك عارف الفلاح من النوعيه اللي فيه المعدن الطيب اللي بيتحمل. يعني قاموا ثورتين ولو مش ثوره قامت، لا هو الفلاح قاعد مستكن في غيطه بيزرع بينتج، يزيد الكيماوي الميه تقل بقى ما فيش في دماغه غير زرعه. فده ان دل على شيء بدل ان راجل مدرك ظروف ان دي لقمه العيش والقوت بتاع مين حضرتك؟ بتاع الشعب. فلازم اضعف الامام ما نذبحوش، ما نبقاش قارصين عليه قوي. فيبقى المفروض الحكومه تتعاون تقول والله ما فيش فلوس في البلد مثلا. لا مثلا تعالى ال 100 جنيه دي كتيره ممكن نخليها 70، برغم ان المفروض يبقى 200. انا بكلمك بامانه على قد المصاريف. لو حسبناها ان المحصول ده الزرع، لو محصول تاني هيزرع الزرع الارض دي هتزرع محصولين في السنه. انت خدت بالك انا كل ست اشهر بتحصل ايه؟ نوع معين، فهتدور على الصاف الربح هتلاقيه عالي جدا. لكن لما محصول واحد سنوي وبيجيب المحصول القيمه الماديه كانت قد كده وقليله، يبقى لازم اقل ادعمه. ليه ادعمه؟ لان النهارده لازم المحصول ده يبقى موجود. اولا كجوده. تاني حاجه بيوت اتفتحت منه. تالت حاجة صناعة السكر دي حضرتك بتطلع منها مشتقات كتيرة زي الحبيبي، زي الأبلكاش، زي وراء الجرايد، زي حضرتك السبيرتو. يعني في مشتقات حضرتك بتطلع ايه من عود القصب ده. يعني في 7-8 صناعات بيتولدوا من هذا العود. يعني معناه مش بيخسر، بس الميزان انا بحاسبه على السكر بس اللي هو ايه القصب اللي ورده. طيب ماشي، يبقى النهارده المفروض الحكومه كان استجابت، اضعف الايمان، تدور على البرلمان تقعد معاه. انت طب طالب الزياده ليه مثلا؟ وانا بصحى شريف بيه. لكن التجاهل الكامل ده ان دل على شيء ان هم مش مدركين ولا في دماغهم حاجه ثانيه؟ لا انا بقول مش مدركين او في حاجه دماغ حاجه ثانيه، تبقى حاجه ثانيه. لكن اللي بيحصل ده اولا تجاهل، بيزعلوا الناس من الحكومه، واخد بال حضرتك؟ للناس بقى واخد على خاطرها. النهارده لما انا ازعل خمس محافظات، ولا اصعب من كده حضرتك، ولا زياده الطن زادت، زائد فلوس المزارعين لغايه النهارده اللي وردوا محصولهم ما خدوهاش، دي مصيبه. يعني انا وردت والتزمت ووديت محصولي في الميعاد المظبوط من 4 اشهر، يبقى المفروض يا شريف بيه اخد فلوسي. ده الالف ب ده لغايه النهارده باقي فلوس المزارعين موجوده عند شركه السكر. وشركه السكر بتقول انا مدينة وزاره التموين، بورد لوزاره التموين السكر، وزاره التموين ما سددتليش ايه القيمه الماديه اللي هي 3 مليار جنيه. طب النهارده انت وزاره التموين مع شركه السكر في المنتج اللي بتاخده، طب انا المزارع ايه ذنب ايه؟ يجي بنك التنميه حضرتك، بنك التنميه المزارع ده راح، ده نصيبه كبيره وموضوع كبير مش صغير. يجي بنك التنميه المزارع راح خد منه القرض سعادتك بتاع القصب. طب الراجل خد منه القرض ويطالب بالسداد. ده وغير كده المزارع في الميعاد المطلوب منه لتوريد المحصول لشركات السكر في الميعاد بالظبط، واخد بال حضرتك؟ وفى وورد محصوله. يبقى المفروض ما تجيش فايده تراكميه في شركه على المزارع. وانا مش مظبوط سعادتك؟ يبقى المفروض البنك مع شركه السكر ما دام انا وردت محصولي. لا دي عامل ضروب، والسنه اللي فاتت اتعملت فوائد على المزارعين رغما انه ورد ايه؟
والرد محسوب. طب ليه ما بتعلوش النبره في مخاطبه الحكومه؟ السنه اللي فاتت كان في حجه اللي ما كانش في برلمان، طب السنه دي في برلمان. ليه ما بتعلوش النبره في مخاطبه الحكومه؟ ما احنا هنعليها من بكره بقى، من امبارح، لان يعني احنا في تجاهل وبالذات لمزارعين القصب. ليه ما بيبقاش في استجوابات؟ ليه ما بيبقاش في سحب ثقه؟ ليه ما بيبقاش في القاء اللوم، توجيه اللوم عفوا؟ ما انا بقول لحضرتك بكره. من بكره، وانا امبارح كنت حضرتك مع في القناه المحترمه قناه الحياه برضه امبارح مباشر وقلت الكلام ده على الهواء. قلت برضه لينا عتاب على رئيس الحكومه لتجاهله لكذا كذا، ده موضوع من ضمن الموضوعات اللي فيها تجاهل. طيب لكن في حاجات كتير. طيب